البوني بعمران من أخصب أراضي اليمن بالتنوع منتجاته الزراعية. أصبح هذا القاع شبه جاف نتيجة انعدام مادة الديزل، أضطر عشرات المزارعين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية، مطالبين الحكومة بالاهتمام بهم والالتفاف إلى الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء انعدام مادة الديزل. احنا وقفنا اليوم وقفة احتجاجية من قطع مشتقات النفطية نظرا لأن زراعتنا ضاحت. مكنونا اليوم أن نأتي لكم خلال اليومين القادمة نورد المحروق، يعني نغطي المنطقة كاملة. ما حصل هذا الشيء. مكنونا الأخوة احنا أن نودي لكم الغاز لا داخل البيوت، انقطع تمام. يعني وقفنا وقفة واحدة، وصل البرميل الديزل حتى الآن لا 50,000 في السوق السوداء، وفي المحطات لا يوجد. غياب تام للدولة والسلطة المحلية بعمران بما هو أهم رافد اقتصادي وتنموي ألا وهي الزراعة، فقاع البوني وجوب مهدد بالجفاف نتيجة توقف بعض المزارعين عن الزراعة لعدم توفر المحروقات. وإحنا من المزارعين المستضرين من المشتقات النفطية، وهذا يا أخي والله ضيعوا البلاد وكملوا البلاد من مرة. كان في عهد الزعيم يتولنا قاطر لكل محطة، اليوم يتولنا رأس أسبوع أي مثل ما هي السبب هذا. ما نريد قوله هو أن المزارع الزراعية في جو وبيع الأراضي العشوائية وحفر الآبار الارتواسية المتقاربة سبب من فشل الأراضي الخصبة الزراعية. نحن رفعنا تقرير لمدير البيئة لعمران بمنع بيع الأراضي الزراعية ومنع تقارب الآبار. وهكذا أصبح أكبر قيعان اليمن وأخصبها بين كفي كماشة، فالآبار توقفت والأرض الزراعية مهددة بالزحف العمراني، والمزارعون واقفين وهم في حالة من التعجب والاستفهام وسط صمت مطبق ومخجل من السلطتين المحلية والتنفيذية. أحمد العثربي، قناة اليمن اليوم، محافظة عمران.